ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج السرطان، هنتكلم النهارده على توقعات الاسبوع الثالث لشهر يوليو العام 2022. مبدئيا الاسبوع الثالث بالنسبه لنا هو بدايته هتكون لذيذه كتير، قويه جدا. كمان عندنا في خلال الفتره اللي ليها علاقه بالاسبوع الثالث هيكون عندنا تحسن هائل جدا جدا، تحسن ملموس واضح كتير في خلال او من الامور العاطفيه والعائليه كمان. طبعا الشمس لسه موجوده عندنا، هيتم انتقالها من يوم 22 هتكون موجوده ببرج الاسد. احنا بالنسبه لنا عندنا وقت برضو ايجابي كتير، لسه مدعومين من تاثير الشمس، مدعومين كمان من انتقال كوكب الزهره لبرجك يا برج السرطان من يوم 18. اذا عندنا اجواء مفرحه عديده جدا. خليني كده بس في البدايه ادخل في مود الايام، يعني نتكلم على شكل الايام وطاقه الايام، الايام الافضل والايام الغير افضل بالنسبه لنا كتوتال اليوم نفسه كطاقه اليوم. مبدئيا يوم 16 ويوم 17 طاقه اليوم بالنسبه لك حلوه قوي، لان هيكون عندك كتير من احساس حلو، عارف اللي هو الجو ده، عارف النفس ده، عارف الهدوء بالظبط، ده المتواجد عندك. قادر كتير على انك انت تصلح اخطاء، قادر كتير على انك تتخذ عده بدايات جديده او بدايات تكون مهمه بامورك الحياتيه. بالنسبه لك يا برج السرطان وقت اقدر اقول هادي مماثل ايجابيا، وقت اقدر اقول ان هو مفرح، حتى هتلاقي ان في حظوظ افضل كتير خلال اليوم ده او اليومين دول. كمان احساسك بيه عالي، يعني احساس الروحانيه، احساس اللي هو ان انت قادر على حاجات كتير، انك تحلم بحاجه تحصل، احساسك قد ايه قوي جدا جدا يا برج السرطان. طيب فاذا عندنا كتير من الامور الجيده. طب ده اذا يومين حلوين، اليومين اللي هم يعني نوعا ما تقال، نوعا ما لازم اخلي بالي منهم. 18 19 نهار يوم 20 لازم اخلي بالي من حاجه مهمه جدا، من قرارات، من اني انا اقول اخطط لحاجه بشكل نهائي، من كلامي وانفعال الكلام، من ان انت يا برج السرطان تقرر حاجه ليها علاقه بمجازفه ماليه، مجازفه مهنيه، لازم تكون حريص جدا جدا على انك تبتعد عن الخلافات والمشاكل وكافه الضغوط، يعني ما تضغطش نفسك خلال اليومين دول. حاول كتير، لان الضغط بالنسبة لك هيسبب لك وعكات ويسبب لك كتير من المشاكل الفعلية، فانت لازم تتجنب كل ده. طيب بالنسبة لطاقة الوضع المهني، الوضع المهني طبعا عطارد موجود عندك، ده لحد نهار يوم 19 هيكون موجود ببرج الاسد. فانت عندك برضو يعني الفترة الحدية قبل لحد يوم 18 ايجابية من ناحية المهنية نوعا ما، طبعا يوم 16 17 اكتر، لكن من بعد او من نهار يوم 19 الوضع المهني هيكون فيه مشاكل ماليه. 19 و20 هيكون اجواءها شويه فيها نوع من انواع التقل يعني، فحاولوا على قد ما تقدروا ان الامور المهنيه ان انتوا تاخدوا بالكم كويس قوي من التعاملات الماليه والمهنيه، لان هيبقى فيه زي ما قلت لكم المجازفه مش لطيفه، المشاركات المهنيه امر غير لطيف، فكره العند امام الاخرين اني انافس فلان واتحدى علان امر غير لطيف، خلي بالكم كتير لانقلاب عليكم في الشان المهني خاصه 19 و20. إذا حاولوا تبعدوا عن المجازفات والمنافسات والجدل والانتقاد في الوضع المهني، وخلي بالكم كتير من أوراقكم ومستنداتكم، أختامكم، حاجات مهمة في الشأن المهني عامة، حسابات خاصة لو شغالين في مجال حسابات أو حاجة ليها علاقة بتعاملات مالية. اما بالنسبه للوضع المالي وضحت لكم جزئيه كده تاخدوا بالكم منها في الوضع المالي، اللي هو ان احنا نخلي بالنا من حساباتنا وامورنا الماليه والى اخره، لكن كمان لازم اخلي بالي لان في تعاملات ماليه وفي مطمع. من يوم 19 هتلاقي ان في مطمع في الامور الماليه، عارف البجاحه، عندك شخص بيجي يحدثك على امور ماليه تخصك، عندك شخص بيكلمك على وضع مالي، بيجادلك على امور ماليه، لازم تكون على حرص شديد جدا جدا على مالك وممتلكاتك بقدر كتير قوي. برج السرطان، برج السرطان الوضع العاطفي بالنسبة لك بقى هو ده أميز ما يكون صراحة الأمر. ليه؟ أولا أنت قادر على لفت الانتباه جدا، مثيرين بشكل كتير رائع ومميز، لأن عندكم اهتمام بالنفس، اهتمام بشكلكم، اهتمام بالستايل الخاص فيكم جدا، عندكم أصلا تغيير حلوة، تغيير متعلق بأني أغير من شكلي وجسمي وستايل والحاجات اللي زي كده، فده يدي إثارة للجنس الآخر. لو أنتم مش مرتبطين فيكون عندنا ارتباط في لفت انتباه حلو جدا، أشخاص هيكونوا معجبين بيكم كتير قوي. برج السرطان للناس اللي هم بالفعل مرتبطين بيكم هيكون عندهم في
في كتير دعم، في كتير تصالحات، في كتير تقارب، خاصة التقارب ده ما بينك وما بين أبراج مائية بعد مشاكل وخلافات زي برج العقرب. بالنسبة للأبراج الترابية زي برج السرطان، برج العذراء كان ما بينك وما بينه مشاكل الايه يعني، ولكن هيبقى فيه برضو عدة تصالحات. فإذا هيكون في عندنا عدة تصالحات هتكون متواجدة، في تقارب أكثر، في أخبار سارة متعلقة بمواليد أو أخبار سارة متعلقة بأولادنا، يعني سواء كان في أولاد ما بيننا فيكون عندنا خبر سار يخص أولادنا، في شيء داعم، في فرحة، في استقرار، في شيء جيد يعني. فده هيساوي بالنسبة لك معادلة إيجابية أو أمر إيجابي بالنسبة لك يا برج السرطان في الشأن العاطفي. فإذا الوضع العاطفي بالنسبة لك في تحقيق استقرار، في تحقيق مشاعر حب رومانسية، أجواء بتكون لطيفة جدا جدا. النقطة الثانية إن هيكون عندك اهتمام، زي ما قلت لك اهتمام بالنفس، عندك اهتمام بأهل الحبيب أو اهتمام بمصالحات عائلية عاطفية، يعني انت بتنشأ او بتحاول تصلح علاقات عائلية عاطفية، فدي نقطة كتير. ففي تصالحات عائلية عاطفية وامور جيدة يعني، وفي اخبار سارة متعلقة بالاهل جدا جدا، حضور مناسبات، في حضور لقاءات عائلية، حضور مناسبات عائلية، تحضير لمناسبات عائلية، فده هيكون بالنسبة لك امر جيد جدا. برج السرطان كمان بالنسبة لك هيكون في امر جيد كتير متعلق بالشأن الصحي، لان هيكون في اهتمام بالصحة اكتر، في كتير معالجات صحية، اهتمام بالوضع الصحي اللي هو ليه علاقة بالنفسية، يعني انت هتهتم كتير بنفسك وتهتم بشكلك جدا، وده هيؤثر على صحتك النفسية وهيخليك ان انت يبقى عندك اللي هو عارف فكرة لما تبقى تشوف نفسك فتتبسط بذاتك كده، عارفة لما تبقي لابسة بقى فستان وتبقي حد جامد جدا 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 وتبقي تقولي لنفسك ايه الحلاوة دي، عندنا ده قوي. فإذا هنكون مبسوطين من نفسنا بسبب أمر ما، بسبب فعلة معينة، بسبب شكلنا، ففي انبهار بالنفس، ففي سعادة نفسية، ففي طاقة جيدة جدا. فدي نقطة كتير مهمة يا برج السرطان. برج السرطان زائد بقى ان انت عندك طاقة ليها علاقة بيه ايه؟ ليها علاقة بالاستقرار، ليها علاقة بدعم العلاقات، لان بالفعل انت عندك دعم علاقات، وزي ما قلت لك في تصليح لامور عائلية، لكن كمان عندك تصليح لوضع اجتماعي او تصليح لوجهة نظر، يعني في وجهة نظر متاخدة عنك، انت بتحاول كتير انك تصحح وجهة النظر دي لامر ايجابي، او ان انت تخرج من مثلا فكرة ان حد يكون مكرر او شايفك بشكل مش لطيف، فانت بتصلح وجهة نظره دي. كمان ما بينك وما بين الاصدقاء هيكون في ترابط اكثر، هيكون في صحبه ما بينك وما بين احد الاصدقاء، وعلى فكره هيكون في نصيحه انت معرض ليها من احد الاصدقاء مهمه جدا متعلقه بانك انت تاخد بالك على وضعك المهني او المالي. ده ببساطه توقعات الاسبوع الثالث وبشكل سريع جدا. بتمنى كتير اني اكون فدتكم، بتمنى ان انتوا تكونوا اكثر حرص على تحسن العلاقات العاطفيه والعائليه والاجتماعيه، لان ده الوقت الانسب لتصليح العلاقات. بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.